نكمل عن برنامجنا فوكسكي. طبعا لازم احنا ننزل البرنامج عشان نسوي التصميم اللي احنا حابينه. انا طبعا ضغط داونلود ناو ونزلت البرنامج. اول ما نزلت البرنامج كهو هذا هو البرنامج فوكسكي. اول ما نزلت البرنامج طلعت لي صفحة هي مو موجودة الحين لان هذا ثاني مرة ادش البرنامج. اول ما دشيت طلعت لي صفحة فيها ثلاث فيديوهات تعلمني انا شلون ادخل البرنامج او اصمم فيه، وتحت هالثلاث فيديوهات في كل التساؤلات اللي ممكن احنا نحتاج مساعدة فيها، مثلا شلون ابدي بالبرنامج اذا اول استخدام، شلون اضيف خلفية من عندي من اللابتوب يعني، شلون اضيف لينك، شلون اضيف عبارة عن الفيديوهات. علمتني بالتفصيل شلون انا استخدم الفيديوهات. عقب طبعا سويت ساين ان، حطيت الايميل وحطيت الباسورد وصار ساين ان. طبعا هني يورينا الخلفيات اللي موجودة اونلاين واللي ممكن نستخدمها. هني طبعا عدة خلفيات اللي هي 23 صفحة تقريبا، كلها خلفيات ممكن ان احنا تتعلق بموضوعنا ونختارها ونصمم عليها الفيديو. هذه كلها باك جراوند ممكن نستخدمها. طبعا هني اكزامبل بروجكت، نضغط مثلا على هذا المثال، ننطر شوية على ما يصير داونلود. حاط لنا كل الشرائح اللي موجودة فيه. كهما هني الشرائح اللي ممكن نشوفها. مثلا بطلع من الفيديو اضغط هوم، رداني حق الصفحة الرئيسية. هني الخلفيات اللي احنا مساعة شفناها الالف وشي هني مقسمة على حسب الموضوع. نفس ما ذكرنا قبل الهم الموقع كان مقسم لنا المواضيع اللي ممكن احنا نتطرق لها، مثلا العلوم، بزنس، تكنولوجيا، تربية، انيمالز، كذي يعني. وفي عندنا هم 3D background مثلا عن العلوم، هذه هي الباك جراوند اللي ممكن نستخدمها. مثلا تكنولوجيا، طلعت لنا المواضيع اللي عن التكنولوجيا. هنا 3D background هذا لهم. طبعا عندنا خاصية مثل ما قلنا قبل همن نحطهم بالفافوريت، اي شيء عجبنا نبي نحطه بالفافوريت هم نقدر. عندنا هني مثلا السيرش اي موضوع كلمه ممكن انه بسرعه تطلع لنا الشيء اللي احنا نبي نكتبه راح يطلع لنا على طول. هني الاشياء اللي احنا استخدمناها، يعني انا قبل هالمره استخدمت هذا، ضغطت على هذه وضغطت على هالايقونه، فهني بهزر راح يطلع لنا الاشياء اللي احنا داخلين عليها من قبل او مختارينها.
مثلا نروح حق الأونلاين بوريكم مثال إذا حطيناها بالفيفورت. مثلا بزنس ريبورت حطيناها فيفورت. سوينا ساين إن. آسفة أنا مساعة قلت إن أنا مسوية ساين إن طلعت مو مسوية لأن ما يصير نسوي فافوريت أو أي شيء بدون ما نسوي ساين إن أو نشترك في البرنامج. سوينا الحين مثلا فافوريت نسوي حق واحد ثاني بعد. نضغط على فافوريت. وين راح يصيرون؟ راح يصيرون هنا أطلع لنا الفيفوريت اللي احنا مختارينهم أو اللي كانوا عاجبيننا. مثلا نضغط هني open project. ممكن ان احنا مثلا مسوين project ومسيبينه على اللابتوب هم نقدر نبطله او نحطه بالفوكسكي او نضيف عليه اضافات عن طريق برنامج فوكسكي. هذه هي الفكرة. مثلا هم عندنا نقدر نطالع باوربوينت او نضيف عليه اضافات من الفوكسكي على الباوربوينت اللي احنا كنا مسوينه. مثلا ابي انزل صورة كانت عجبتني من جوجل او ايا كان، هم اقدر اسوي لها اد او اوبن على الفوكس كي وادرجها على الفيديو او التصميم اللي انا ابي اسويه. هم من يتيح لنا البرنامج هالفرصة. ضغط كنسل. هني إذا نبي نسوي خلفية جديدة أو لون أو خلفية مو موجودة هم نقدر نسوي لنا عن طريق هالخاصية اللي هي آخر شيء هذه. مثلا نضغط هني. مثلا الحين احنا حابين نسوي تصميم البداية. من البداية من الصفر نضغط هني أول زر. هني إذا أي شكل نبي هذا 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 اللي إحنا حابينه أو أي لون نختار اللون. بعد نقدر مثلا نختار هذا وهاللون. هني الحجم على ما أظن يعني دخلنا الحين على صفحة التصميم اللي احنا راح نصمم فيها. يعني كهما هني الشرايح كم شريحة عندنا؟ عدة شرايح. طبعا احنا نسوي عدد الشرايح اللي احنا نبيها، واذا احنا مو حابين مثلا نقدر نقلل الشرايح. مثلا حابين بدال 12 7 مسحنا الزايدين وخليناهم. مثلا حابين نضيف هني باك جراوند طلع لنا ال 3D باك جراوند. طبعا لأن هو مثال راح نختار أي خلفية تعجبنا. مثل ما أنتم ملاحظين أن البرنامج حاط لنا عدة خلفيات وممكن عدة مناسبات نتكلم عنها يعني أو موضوع بالأصح. مثلا نختار صارت الخلفية
محطوطة وجاهزة. مثلا نبي نضيف شكل، طبعا مثل ما انتم شايفين ان البرنامج ان اول استخدام فيعلمنا خطوة بخطوة. مثلا ضغطت على زر انا اول مرة اضغطه يعطيني نبذة عنه، ان ضغطي هني سوي كذي. فالبرنامج جدا مسهل علينا طريقة الاستخدام وشلون نتعرف عليه. اذا احنا حابين بالتفصيل يعلمنا شلون، اضغط next راح يعلمنا. مثلا انا هني حابه اضيف فويس صوت او شيء معين، اضغط هني حابة مثلا أغير الاختيار اللي أنا اخترته، أضغط باك تو إديت. طبعا هالشي احنا تعلمناه قبل شوي. مثلا هني حاط لنا صور، ننتظر شوية أنا ما يتم إدراج كاطلع لنا، نقدر نشوف اللي يعجبنا او نشوف مثال ان احنا نقدر يعني نضيف صور اللي نبيها. نضافت الصورة، طبعا عندنا حرية ان احنا نتحكم بالحجم او نبيها تتكرر نحركها نحذفها، هم نقدر. طبعا عندنا عدة صفحات هم نقدر نشوف فيها. إذا نضيف شيء مثلا أي عبارة نبي نكتبها، مثال طبعا هني إذا بنختار الخط اختار الخط، نبي بولد نبي مايل نبي تحت خط، هم ممكن نبي بالوسط على اليمين على اليسار، يكون البداية ونهاية أصل متساوية بالضبط، هم نقدر نختار لون الخط هم ممكن. أو إذا احنا نبي مثلا الكلام نبي شكل الكلام مثلا محدد مو محدد، واضح مموه، اللي احنا نبي راح نقدر نسوي. مثلا هني نضيف فيديو، نضيف موسيقى أو أغنية أو شيء صوتي يعني. أبي أختار ثيم معين حق التصميم مالي، هم أقدر أختار. راح أكمل إن شاء الله معاكم زميلتي أفنان فهد عن كيفية استخدام البرنامج وعن فوكس.